نبدأ الآن القسم الأول من الجلسة الثانية والتي كانت بعنوان مقدمة في التعليم عن بعد وورد كلاود. هذا القسم الخاص بمقدمة في التعليم عن بعد أقوم بتسجيله الآن مع نفسي، باعتبار التسجيل الأصلي للجلسة كان فيه مشكلة في الصوت. نبدأ الآن بتقديم هذه الجلسة. الآن يجب أن نحقق الأهداف الآتية من خلال حضورنا في هذا التسجيل، وهي الآتية هنا في هذه الشريحة. هذه الأهداف يجب أن تكون محققة، أو يجب أن أكون لامستها لكي تتحقق لديكم أنتم مستمعين التسجيل. بداية لدينا تعريف التعليم من بعد. التعليم من بعد أهم نقطة في تعريفه أنه يعتمد على وجود المعلم والمتعلم ليس في مكان واحد. عملية نقل المعرفة للمتعلم في موقع أو مكان إقامته بدلاً من انتقاله للمؤسسة التعليمية. بالتالي ليس بالضرورة المتعلم أن يأتي إلى عند المعلم في المؤسسة التعليمية وأن يجتمع معه بأي مكان، وإنما يجتمع معه في صفوف افتراضية نسميها صفوف افتراضية لأنها ليس لها تواجد فيزيائي، وإنما هي صفوف مبنية على واقع افتراضي نحاول أن نحاكي بالصف من خلال الأمور التي نقدمها من خلال هذه الصفوف الافتراضية. مثلا لدينا تطبيق جوجل ميت يحاول أن يعطينا جو من الاجتماع، وبالتالي نحن كمعلمين نحاول أن نعطي الجلسة جو من الدرس وتكون حصة درسية طبيعية من حيث التفاعل، تقديم المعلومات ومشاركة الطلاب. يوجد تطبيقات متطورة أكثر تعطيني جو أكثر قربا من الصف التقليدي، مثل تطبيق زوم فيعطيني إمكانيات حتى أن أعزل المتعلمين في مجموعات. طبعا ميت تحدثنا سابقا أنه لديه إضافات، من ضمن إضافاته هذه الميزة أن أقوم بتجميع المتعلمين في مجموعات ليعملوا معا خلال الجلسة، أقوم بخلق نشاط لهم أو بإنشاء نشاط لهم ليعملوا فيه في مجموعات. وبالتالي كما تلاحظون أستطيع تنفيذ الأنشطة والأمور التي أنفذها عادة في الصف التقليدي معهم من خلال التعليم من بعد، والذي كما قلنا مبني على أن نوصل العملية التعليمية إلى المتعلم في مكان تواجده بدلا من أن يأتي هو ويجتمع مع المعلم في المؤسسة التعليمية. وذلك يتم عبر وسائط وأساليب تقنية مختلفة، وهي وسائط وأساليب العصر الحالي، والتي يمتاز بها عصرنا هي الاتصالات والأجهزة المتصلة بالشبكة. فيكفي أن يكون لدى الطالب ولدى المعلم الجهاز واتصال الشبكة ليستطيعوا أن يلتقوا ببعضهم ويحققوا التعليم من بعد. لدينا أهمية التعليم من بعد. هنا أهمية التعليم من بعد، لماذا صار مهما أن نتناول أو أن نطبق التعليم من بعد؟ لدينا متطلبات العصر، يعني العصر في تطور، بالتالي تحتاج العملية التعليمية أن تقدم تعليما يحاكي أو عفوا تقدم تعليما قريب من هذه البيئة وليس يكون منفصلا عنها، بحيث تكون بيئة معتمدة على الاتصالات والشبكات والأجهزة، ويكون التعليم ما زال تقليديا لم يحدث أي تطور. فمتطلبات العصر تفرض علينا التعامل مع التعليم من بعد المقدم بطريقة التعليم الإلكتروني، بحيث نستفيد من أدوات العصر ونخلق جوا تعليميا قريب من بيئة الطالب وليس منفصلا عنه، مساهم في تطوير العملية التعليمية وتحرير عملية التعليم. يعني نحن نحقق نقلة للأمام في العملية التعليمية، نحررها من عدة قيود، منها كما ذكرنا سابقا قيود الاجتماع في مكان، وهذا أمر على فكرة لديه عدة فوائد، منها نحن الآن نعاني من اختناقات في المواصلات وأيضا أزمات في توفير الوقود، فهذا كله لا يعود أو يكون التعليم من بعد حلا له، بحيث أنه كما قلنا لا نحتاج للاجتماع أو الذهاب للمكان الذي نريد حضور الجلسة فيه، فبالتالي يخف الضغط على أمور المواصلات. يعني كم هائل
في المواصلات يكون مبني على إيصال التلاميذ والطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم. فتخيلوا لو استغنينا عن كل ذلك وتحول إلى التعليم عن بعد، وأيضا يكون في جانب جيد في الحفاظ على البيئة من التلوث، كسر حاجز الرهبة التكنولوجية والخوف من عدم القدرة على التعامل مع مصادر التكنولوجيا. لدينا من الأفراد أو من العوائل أين يكون، أو حتى من المجتمعات، ما لديه رهبة من التكنولوجيا وخوف، يعني تبني على أو تبني لديها آراء دون التجربة عن التكنولوجيا والإنترنت والاتصالات، إما نتيجة الخوف أو نتيجة معتقدات سلبية. فعندما نطبق التعليم عن بعد ويجدون كيف يمكن توظيف هذه الأدوات بطريقة إيجابية بطريقة حسنة ونوظفها بفاعلية في التعليم، فربما يؤدي ذلك إلى إزالة هذه الأفكار والخوف من التكنولوجيا، وكذلك يطور مهاراتهم في التعامل معها باعتبار أنهم يستخدمونها، فبالتالي تطور مهاراتهم في التعامل مع هذه الأدوات. فتح آفاق جديدة للتعلم الفعال عن طريق إتاحة العديد من الخبرات التربوية المهمة. أي إن كما ذكرت سابقا، أستطيع أن أخلق بيئة تفاعلية، وليس بالضرورة أن تكون بيئة تعليم إلقائية. التعليم عن بعد يمكن من خلال إجراء تعليم تفاعلي. التغلب على الكثافة العددية في القاعات الدراسية والوصول للمتعلمين في بيئات مختلفة مع مراعاة التنوع في ظروفهم وإمكانيات متاحة. فأنا من خلال التعليم عن بعد، باعتباري لا يعتمد على الاجتماع في مكان، يمكن أن أجمع في صف واحد أشخاص من أماكن متباعدة ومن خلفيات ثقافية متنوعة. فتخيلوا عندما يحدث معهم تفاعل، كيف يمكن أن يصبح التبادل المعرفي بينهم. أصبح التعليم عن بعد ضرورة حياتية متطلبا عصريا داعما للتعليم الحضوري ومتكاملا معه وليس بديلا عنه. هنا فائدة أو تنويه لإمكانية الاعتماد على الشكلين التقليدي والتعليم من بعد الإلكتروني، وبالتالي الحصول على ما يسمى بالتعليم المدمج. لدينا هنا أيضا إضاءة على التعليم الإلكتروني وتعريفه. التعليم الذي يعتمد على استخدام آليات الاتصال الحديثة. التعليم الإلكتروني إذا أردنا أن يكون يعني نختصره بتوصيف، أن يكون مبني على الأجهزة الحوسبية. طالما أنا أعتمد على الأجهزة الحوسبية في التعليم فهو تعليم إلكتروني. التعليم عن بعد قائم منذ زمن على الوسائل المتاحة في البيئة، فكانت وسائل الاتصال هي عبارة عن مراسلة، فكان لدي تعليم عن بعد بالمراسلة. وهكذا مع تقدم التقنيات صار التعليم عن بعد يستخدم هذه التقنيات في تقديمه وإيصاله. مثلا صار لدينا تلفاز، فأصبح التعليم عن بعد يقدم من خلال التلفاز. الآن صارت لدينا كما قلنا الشبكة والاتصالات والأجهزة المتصلة بها، فصار لدي تعليم عن بعد مقدم بطريقة إلكترونية، وبالتالي تعليم عن بعد إلكتروني مستفيد من الوسائل المتاحة. عندي هنا مهارات القرن الواحد والعشرين. مهارات القرن الواحد والعشرين ربما أكثر شيء حديث فيها ومهم هو المهارات الرقمية. فنحن في عصر تصبح التقنية شيء أساسي فيه، يعني وسيلة إنجاز الأعمال غالبا أو ممكن تكون كلها حسب البنية التحتية للبلد. يعني نلاحظ تدخل التكنولوجيا في إنجاز الأعمال، فبالتالي المهارات الرقمية صارت أساسية في أن تكون موجودة وأن تكون موجودة لدى المتخرجين من البيئات التعليمية. تنمية الثقافة الرقمية، ثقافة المعلوماتية، ودمج التقنية بمجالات العمل. فبما أن متطلبات أو من مهارات القرن 21 المهارات الرقمية، هذا يزيد من ضرورة أن يقوم التعليم على أدوات تقنية ليتعامل مع التلاميذ، وبالتالي تتنمى قدرتهم على التفاعل معها وتوظيفها توظيفا حسنا. أيضا لدي من المهارات المهمة أنا بالنسبة لي أجدها هي مهارة الاتصال. فعندما يتقن المتعلم مهارة الاتصال يستطيع تحقيق التعاون ويستطيع تحقيق حل المشكلات. فعدة مشكلات تكون قائمة على مشكلة أو على مشكلة فقدان مهارة الاتصال، يكون الاتصال بالأساس خطأ وبالتالي تصبح لدينا المشكلة. فمهارات الرقمية ومهارات الاتصال هي إذا تم تحقيقها لدى خريجي
أو لدى المتعلمين الذين نعلمهم يكون أمر ممتاز. مهارات الاتصال والمهارات الرقمية، كما قلت مهارات الاتصال تعني بالتالي مهارة في حل المشكلات، وتعني بالتالي مهارة في التعاون، وأيضا تعني مهارة في التفكير، مهارة وأيضا مهارة في الاجتماعي. مهارة الاتصال يعني تختصر هذه المهارات، هكذا أنا أجدها. ولدينا السمة المميزة للعصر التي تضيف لدينا ضرورة تنمية مهارات رقمية. الآن عندي هنا مقارنة بين القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين. لدينا التركيز على مهارات التفكير العليا، التطبيق، التقييم، الإبداع، والتي للأمانة للآن لا نستطيع تنميتها أو التركيز عليها إلا قليلا بسبب الاعتياد على نمط الاختبارات الحفظية التي تكون فقط ما هو موجود في المنهاج. فأي سؤال مبني على استنتاج أو على سعر اطلاع، يعني أمر غير مذكور مباشرة في المنهاج، وإنما الطالب الذي دارس المنهاج يستطيع التوصل لهذه الإجابة، نجد رفض لهذا النوع من التقييمات، وهذا بصراحة يسهم في ضعف وفشل تحقيق التركيز على المهارات العليا التي صارت ضرورية. والانتقال من الكتب الورقية للمحتويات للكتب الرقمية التفاعلية، يعني أنا الآن أنتقل من المحتوى الرقمي إلى المحتوى من المحتوى الورقي عفوا إلى المحتوى الرقمي التفاعلي. أذكر هنا تجربة لوزارة التربية أنها قامت بإعداد كتاب تفاعلي إلكتروني هو بعنوان استعد للصف الأول. هذا نموذج يمكن الاطلاع عليه ومتوفر في المنصة التربوية إذا أردنا الاطلاع على المحتوى الرقمي التفاعلي. الانتقال من التعليم التلقيني المتمركز حول المعلم للتعلم النشط المتمركز حول المتعلم. نحن دائما نركز أو نحاول على أن يكون المتعلم ليس سلبيا في الحصة وإنما مشاركا فيها، سواء في قراءة الدرس أو أن ينتج هو الحل وليس يقدمه له المعلم. ولكن للأسف التحديات في الواقع تجعل هذا الأمر يعني لا يطبق كثيرا، إما لضيق الوقت أو لكثافة المنهاج أو بسبب بيئة العمل أيا يكن. ولكن في الأساس يجب أن أحاول في كل حصة درسية أقدمها إلى أن يكون متعلم نشط في هذه الحصة. التركيز على التعاون والعمل ضمن مجموعات أيضا العمل الفردي. هنا نذكر المشروعات، عندما أطبق أنا المشروعات مع التلاميذ هنا أستطيع أن أعزز العمل في فريق، وهذا للأسف يعني حتى في المرحلة الجامعية قليلا أن نجد الشكل المثالي له، وهناك عدة أسباب تعيق ذلك. إنشاء متعلم مستقل من خلال مهارات البحث والاستقصاء، وهذا مهم أن يتعلم مهارات البحث والاستقصاء، لأنه للأسف الاعتماد كما نشاهد ونلاحظ في واقعنا على منشورات صفحات مختلفة غير معروف من هو يقدم المحتوى بها وأخذها على أساس مسلمات يؤدي إلى نشر التجهيل، بينما من يعرف ثقافة البحث والاستقصاء لا يسلم بأي معلومة يجدها، وإنما يبحث ويستقصي الحقائق، وهذا أمر مهم كما قلنا، لأن عصرنا الحالي يتميز بكثافة المعلومات، يعني قنوات المعلومات متعددة ومتنوعة بأشكال مختلفة، كم هائل من المعلومات يتعرض لها الإنسان وفي أي عمر، يعني حتى في عمر الطفولة للأسف نجد الهواتف الذكية يجلس معها الأطفال لمدة طويلة، فيعرض لكل ذلك يخلق لنا جو من المعلومات أو يخلق لنا جوا فيه أن الإنسان معرض لكم هائل من المعلومات في كل يوم. فإذا لم يكن لديه مهارة بحث واستقصاء ويسلم ويؤمن ويعتقد بما يقدم له، فهذا يؤدي إلى نوع من التجهيل والمشاكل، وبالتالي يجب أن نحاول أن ننمي مهارة البحث واستقصاء الحقائق من خلال عدة أمور، مثلا في الحصة الدرسية التقليدية أو من خلال حصتي التي أقدمها من خلال تقنيات تعليم عن بعد. عندي الآن هنا مقارنة بين التعليم
والتعلم. التعليم أهم ما يميزه أنه يتميز بأنه مبني على جو مؤسسي أكاديمي يقدم في مؤسسة رسمية، بينما التعلم يمكن أن يحدث في جو غير رسمي، فيمكن أنا أن أتصفح يوتيوب وأتعلم شيء ما منه ذاتيا، أو عفوا إذا تعلمت من يوتيوب هنا لدي معلم هو المقدم المحتوى في اليوتيوب ويعلمني، يمكن أنا مع نفسي أن أتعلم شيئا، ويمكن أن أتعلم من الآخرين، ويمكن أن يتعلم المتعلمين مع بعضهم عندما أضعهم في جو فريق، هذا أسميه التعلم. أما التعليم فهو مقصود وموجه وهادف، ويتميز بوجود بنية مؤسسية. الإنسان في حياته كما نلاحظ يخضع للتعليم والتعلم، فهو يتعلم من المتعلمين حوله، ويتعلم مع ذاته، وأيضا يتعلم من المعلم مع اختلاف أشكال هذا المعلم، سواء كان في يوتيوب إذا كان محتوى إلكتروني أو أشرطة مسجلة، أو مثلا من معلمه في دورات أيا يكن. هنا معلم القرن 21، ماذا يجب أن يتميز معلم القرن 21؟ بما كما تحدثنا سابقا أن العصر يتميز باستخدام التقنية والاتصالات والأجهزة المتصلة بالشبكة، فيجب أن يوظف التقنية، يجب أن تكون لديه مهارات في التعامل مع التقنية. أيضا يجب أن يكون حريصا على دعم الثقافة للمتعلمين الذين يقوم بتعليمهم ويشرف عليهم. للأسف انتشار المعلومات العالمي أو ما نتعرض له من العولمة في المعلومات يجعل ثقافة أجنبية تسيطر على الثقافة المحلية، فمن دور المعلم أن يعزز ثقافة الفرد في أو ثقافة المتعلم في بيئته بما يتناسب معها. تنمية المهارات، برامج تعليم التفكير وتنمية مهاراته النقدية والإبداعية ضرورة ترفع من إنجازات المتعلمين. مهارات التفكير النقدية، وأهم ما يجب أن نؤكد عليه الموضوعية في التفكير الناقد، عندما أنقد شيء لا يكون مبني على رأي شخصي أو اعتباطي، يجب أن أكون موضوعي ومطلع عندما أنقد، ولدي هدف من نقدي وليس عشوائيا وفقط مبني على أساس عاطفي دون موضوعية. إدارة القدرات من خلال مفهوم الذكاءات المتعددة، والتي هي باختصار تقوم على أساس أن الإنسان لديه عدة ذكاءات، منها الذكاء اللغوي والذكاء الاجتماعي والذكاء الموسيقي والذكاء العاطفي. فيجب أن أراعي أن عندي متعلمين لديهم ذكاءات متنوعة، وأنمي لديهم هذه القدرات وأقوم بتطويرها. هذه من مهارات أو من الأمور التي يجب أن تتوفر لدى معلم القرن 21. ربما هي تكون حتى المعلم سابقا هي من أدواره، ولكن ما زاد عليها هو توظيف التقنية. مرشد، مناقشة وتحفيز وتصميم. مرشد، يعني أنا في الحصة الدرسية كما قلنا يكون متعلم محور العملية التعليمية، فبالتالي هو يتعلم وأنا أرشده إلى ذلك التعلم، أشرف عليه. عندما يزيد تدخلي في عملية التعلم ويزيد دوري كمعلم، فهنا يضعف دوري كمرشد وأصبح معلم أكثر من أن أكون مرشد. على هذا الأساس أستطيع أن أعرف إذا كنت في الحصة الدرسية أنا معلم أو مرشد، مع العلم أن الحصة الدرسية تتناول عدة جوانب، وبالتالي ممكن أن أكون أنا في جانب مرشد، ويمكن أن أكون في جانب آخر معلم، هذا الجانب الذي يستطيع المتعلم أن يصل له بمفرده. مناقشة، يجب أن أشجع التلاميذ على أن يسألوني وأسألهم كما قلت، حتى لا يكونوا سلبيين ويكونوا متفاعلين معي في العملية التعليمية، وأحفزهم. كيف يكون التحفيز؟ بالتشجيع. أيضا غير التشجيع، عندما يخطئ أقوم بتحفيزه للمحاولة والتركيز أكثر، يعني إذا أخطأ ليست نهاية العالم، أشجعه على إعادة المحاولة والتحسين أكثر في المرة القادمة. ويجب أن أركز، بما أنه أتحدث عن الأخطاء، يجب عندما أنقد الخطأ أن أركز على الخطأ وليس على الشخص، يعني أنه أخطأ هنا وليس المشكلة فيه كله كشخص. تصميم، مثل ما نحن نطبق معكم بالعادة، هذه الأمور
طبقناها مثلا خلال الجلسة مما انحضرنا فيها من أنشطة تفاعلية. هذا كذا قمنا بتصميم الأنشطة أو الأمور التمهيدية مثل مقطع الفيديو أو الصورة للإعلان عن الجلسة، فهذا كلها تخضع أو تأتي تحت عنوان التصميم، فيجب أن يكون لديه هذا الجانب ومهارة به. عندي هنا الآن مقارنة بين التعليم التقليدي والتعليم في القرن 21. التعليم التقليدي كما نلاحظ يتمركز حول المعلم، فبالتالي المتعلم سلبي ويشعر بالملل وكأنه وعاء يجب أن أقوم بملئه بالمعلومات. أما التعليم في القرن 21 فهو يركز على أن يكون التعلم متمركز حول المتعلم، وبالتالي هذا يجعله يمتلك مهارة حل المشكلات وأن يكون منتج وأن يثق بنفسه وأن يحقق هذه الأمور الإيجابية. مع العلم أنني عندما أطبق الجوانب التعلم النشط في الحصة الدرسية ليس بالضرورة أن يصل المتعلم لما أريد، قد يخطئ ويفشل في الوصول إلى الهدف، وكذلك يمكن أن أقوم بعدة تجارب معهم، يعني أنهي معهم مرحلة ولا أستطيع مثلا تمليكهم، يعني أقوم ببناء أنشطة على أساس أن تكون منمية لمهارة حل المشكلات لديهم، ولكن لا أجد الناتج الذي أريده. السبب في ذلك أن هذه المهارات التي نركز عليها والتي نقول عنها مهارات القرن 21 التي تطلبها الوقت الحالي هي ليست مهارات ببساطة يتم تنميتها، وإنما تحتاج إلى عمل متواصل، يعني تحتاج إلى عمل منذ المرحلة الأولى. أنا أعمل على هذه المرحلات، عفوا على هذه المهارات، وليس في سنة واحدة أو في مرحلة دراسية معينة، وإنما في كافة المراحل الدراسية يجب أن أكون أركز على هذه المهارات، بحيث عندما ينتهي من المراحل التعليمية على الأقل مرحلة التعليم الأساسي لديه شيء من هذه المهارات أو امتلكها كلها كاملة. فأذكر على سبيل المثال أن أحد المحاضرات من الدكاترة أو الدكتورة خلود الجزائري، إذا ذكرتها بالاسم، شاركتنا تجربتها بالبحث العلمي، كيف كان بحثها يركز على تنمية هذه المهارات التي نقول عنها مهارات القرن 21 في حل المشكلات والتفكير الناقد وهكذا يعني. لكن فاجأتها النتيجة، طبعا هذا قائم على نوع نسميه في البحث التربوي التجريبي، فاجأتها النتيجة ليست كما تريد. طبعا كان التبرير عندما فسرت نتائج البحث أن هذه المهارات تحتاج إلى وقت، وهي فعلا تحتاج إلى وقت، لذلك أقول قد لا تتحقق في سنة دراسية ولا سنتين، قد تحتاج إلى مرحلة التعليم الأساسي بكاملها لكي تتحقق، بالتالي يجب أن نركز عليها خلال مرحلة كاملة لتنميتها. عندي هنا الآن سأفرق بين شيئين أو بين مفهومين، تعليم تزامني والتعليم غير التزامني. التعليم التزامني هو ببساطة الذي يتم فيه اجتماع المتعلم والمعلم أو المحاضر والحاضرين في وقت واحد، يعني هما في مجتمعين في الزمان في نفس الوقت، كما نحن مثلا نجتمع معكم في أو اجتمعنا معكم في الجلسة يوم الثلاثاء الساعة 6:30، كنا جميعنا كمقدمين للجلسة وحاضرين لها مجتمعين في المواعيد، فهذه يسميها جلسة تزامنية، يعني حية، جلسة حية مباشرة يحضرها المتعلم. أما الغير تزامنية هي عندما تسألونا عن التسجيلات، فالذي يحضر تسجيل الجلسة فهو يخضع لتعليم غير تزامني، الجلسة صارت وتم إنجازها وهو يحضرها بمفرده، بالتالي هو يخضع لتعليم غير تزامني. بالزمن الذي يتميز التعليم غير التزامني الذي يحضر الجلسة أنه لديه مرونة في أن يحضر الجلسة أينما يريد وفي الوقت الذي يريد، هنا يجب علي أن أذكر مزايا تشجع على انتقال التعليم عن بعد في سوريا، ومزايا أو عفوا معوقات وتحديات تواجه تطبيق التعليم عن بعد في سوريا، هذا أتركه لكم لتبدعوا فيه. عندي هنا إيجابيات ومزايا التعليم من بعد.
المفترض خلال العرض السابق أن يكون لدي تكون لديكم، خاصة عندما تحدث عن أهمية التعليم عن بعد، بعض من مزايا يخلق منظومة تعليمية تتماشى مع التقدم التقني في العالم كما تحدثنا، لأنه يواكب العصر ويستفيد من أدواته وينمي مهارات التواصل بين جميع المعنيين بالعملية التعليمية، باعتبار أن هناك عملية تواصل تتم بين المتعلمين والمشرف عليهم، فهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى تنمية مهارات التواصل وغيرها من الأمور التي أعتقد تستطيعون قراءتها وفهمها بأنفسكم. معوقات التعليم الإلكتروني، لدي الجهوزية والتي هي نفسها يمكن أن تكون بمعنى البنية التحتية، أن يكون لدي البنية التحتية التي تؤهلني لأكون جاهز لتطبيق هذا النوع من التعليم الإلكتروني. وطبعا البنية التحتية ترتكز على الأجهزة والاتصال الشبكي باعتباري سيتم من خلال الإنترنت. أيضا لدي الجانب العملي، عدم قدرة المتعلمين في التعليم المهني والتقني على التعلم في فصول افتراضية، يعني لدينا إلى الآن رفض للتعليم الافتراضي، كما قلت عندما أجتمع أنا مع تلاميذي من خلال بيئة تشبه الصف، فهذا أسميه صف افتراضي، فإلى الآن نجد رافضين له وعدم الاقتناع به، فهذه إحدى المعوقات. الفجوة الرقمية، فلدي عدم تساوي في تأمين الاتصال الشبكي على مستوى مثلا سوريا، ليست كل المناطق بنفس الجودة في الاتصال الشبكي، هذا أيضا من المعوقات. التعليم المختص، شحذ الموارد التطبيقات التعليمية التي تتوجه للمتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية. إذا لدي نوع من الناس أو نوع من المتعلمين الذي سيكون لديه مشكلة في التعليم الإلكتروني وهم المعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا آخر معلومة عندي أنه تم العودة إلى مصطلح المعوقين، ولكن هنا ذوي الاحتياجات الخاصة. عندي التحديات، هنا لدي معوقات التعليم الإلكتروني ويجب أن نجد ما يشبهها في التحديات. لدي هنا جانب نسيت أن أتحدث عنه، جهوزية المعلمين، فلدينا من المعلمين الغير مهيئين لتطبيق التعليم الإلكتروني، فنسبة كبيرة منهم لم تكن لديها الوسائل اللازمة التي تمكنها من دعم التعليم من بعد. نأتي إلى التحديات، كما قلت من المفترض يجب أن تكون شبيهة بما التعليم الإلكتروني، كما قلت فيها تكرار، عدم الاستعداد في المعلمين، عدم استعداد المتعلمين وأولياء الأمور، كما قلت فيه يوجد رفض لهذا النوع من التعليم. طبعا هذا أمر طبيعي، يعني أي انتقال من حال إلى حال طبيعي أن يكون لديه من يؤيده ولديه من يرفضه، في الآخر لا يصح إلا الصحيح. اضطرابات ناتجة عن التفاوت الاجتماعي، التفاوتات الاجتماعية الموجودة في النظم التعليمية، عدم قدرة المتعلمين في التعليم المهني والتقني على التعلم في الفصول. هنا يعني تلميح لمشكلة الجانب العملي التطبيقي، يعني كما لدي في المدارس المهنية يقومون بالتطبيق عمليا، فهنا يجب أن أقوم بإعطائه صف افتراضي، فكيف، أو عفوا سأعطيه من خلال صف افتراضي، فكيف سيطبق هذا الجانب العملي. لدينا تجارب مبنية على المحاكاة لتفادي أو لتعويض هذا النقص في الجانب التطبيق العملي، ف نخلق بيئة تحاكي مثلا العملية الجراحية أو المخبر يجري التجارب. طبعا ليست بالسهولة أو ليست سهلة الإعداد هذه الأمور، ولكن يمكن أن أخلق جو يحاكي التطبيق المهني والعملي، وبالتالي أتفادى هذه العيب في التعليم عن بعد والصف الافتراضية. وجود فجوة رقمية واضحة في الجاهزية لتطبيق التعليم عن بعد بين المدن والمناطق الريفية كما تحدثنا، جودة الاتصال ليست نفسها على مساحة مثلا سوريا لو أخذناها مثال، شح في الموارد الرقمية والتطبيقات التعليمية التي تتوجه للمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة، هذه مكررة عن السابقة، صعوبة تطبيقية في مرحلة رياض الأطفال، عندي مرحلة رياض أطفال الحلقة الأولى قد نجد مشكلة، خاصة يعني قد تكون مشكلة مادية، فليس لديه أو
هذه عشوائية، فربما يؤدي إلى عطف الجهاز الخاص به، وهنا تبرز المشكلة المادية أيضا. فهذه كمان، وهذه أيضا هنا يحتاج إلى تصغير الخط لكي تصبح كلها واضحة. صارت صغيرة. فكما قلت، مرحلة رياض الأطفال ربما يناسبها التعليم الحضوري بسبب، كما قلت، الأجهزة التي ربما أو التي ستتعرض للعطب، وأيضا الجلوس لمتابعة المحتوى. مع العلم، يعني هو الطفل بطبيعة الحال كما قلت للأسف الأجهزة الذكية منتشرة بين أيديهم، ونجده بطبيعة الحال كما نلاحظ حولنا أنه يمسك الهاتف الذكي لساعة وأكثر، فما المانع أن نمسكه للتعلم؟ فإذا خلقنا تعلم جذاب سنستطيع أن نلفت انتباه الطفل، وحتى ولو في مرحلة رياض الأطفال. الضغط المتزامن على شبكات الإنترنت مع عدد كبير جدا من المعلمين والمتعلمين حدا سواء، يعني عندما سنتحول إلى تعليم من بعد إلكتروني والجميع سيستخدم الشبكة، هذا سيؤدي إلى ضغط في الشبكة، وهنا تبرز مشكلة البنية التحتية. فهذه كمان أيضا من التحديات. آليات إدارة ومتابعة عملية التعلم من قبل الأجهزة الإدارية ومشرفي هيئات التعليم، مشكلة الإشراف على التعليم، ولكن بصراحة أنا هنا لا أجدها مشكلة، يعني لأنني أستطيع خلق نظام إدارة تعلم أتابع به تقدم المتعلم وعلاماته ونجاحه ورسوبه، مثل نظام تعلم موديل المجاني المشهور، وأدير التعلم. آليات التقييم الواضحة وضمان نزاهتها أيضا، هنا أنا لا أؤيد هذا التحدي، لأني أستطيع إذا طبقت تقنية المراقبة على الاختبارات من بعد أن أحقق جودة أكثر من الاختبارات الحضورية التي للأسف نادرا أن تخلو من الغش. فيوجد تقنيات متقدمة جدا في ضبط الاختبارات من بعد، والتي ربما ستقطع الغش نهائيا، ولكن ربما يكون التحدي هنا في الإمكانات المادية، التكلفة ستكون أكبر. هكذا أكون استعرضت معكم ملف الجزء الأول من الجلسة الثانية، مقدمة في التعليم من بعد. أرجو أن يكون شرحي مفيد وحققت الفائدة لكم بما يناسب الأهداف التي عرضتها في بداية الجلسة. ولدينا أيضا سيكون تسجيل آخر عن الوورد الكلاود، سأضعه في تسجيل منفصل. ودمتم بخير، معكم كانت الأنسة أو المدربة زهراء خباز.